يقول السائل: هل الزواج من الأسباب التي تعين طالب العلم على طلبه، أم أن الأمر بخلاف ذلك؟ نعم، هو إذا كان فيه شهوة قوية يخشى على نفسه فإن زواجه خير له وأعف له وأغض لبصره، ويحصل له الإقبال على طلب العلم والسكينة، بخلاف الذي لم يتزوج وهو شاب وعنده شهوة قوية فإنها تشوش عليه ولا يتمكن من طلب العلم، فهو من الحاجيات، والزواج من الضروريات للشاب، إذا كانت عنده شهوة فهو من الضروريات له. نعم.